والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا يوسف وشكرا دينا. ومشاهدينا تتابعونا معي أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري مع جورجيا، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الجورجي الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقال رئيس الهيئة حسام هيبة إن منتدى الأعمال يمثل منصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري والاستفادة من المزايا النسبية والتنوع الاقتصادي للبلدين. كما استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة وفرص الاستثمار في قطاعات الصناعة واللوجستيات والاقتصاد الأخضر، خاصة أن جورجيا تمتلك خبرة كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن المنطقة تولي اهتماما كبيرا لأكثر من 21 قطاعا اقتصاديا صناعيا وخدميا على رأسها الوقود الأخضر الذي عدت له المنطقة الاقتصادية مساحة 20 مليون متر مربع. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد رفيع المستوى من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية اليونانية لبحث مزيد من سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الرؤى حول تعظيم الاستفادة من الاهتمامات الاقتصادية المشتركة. أكد وزير البترول طارق الملا أن دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وتعاونها مع اليونان تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط يمهد الطريق للإسراع بمزيد من التعاون البناء وخلق الفرص التي تعود بالنفع على كلا الطرفين. وخلال استقباله وفدا يضم ممثلي عددا من الشركات الاستثمارية اليونانية، أشار الوزير إلى أنه يمكن فتح آفاق للتعاون بين البلدين في نقل وشحن وتسويق الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى منطقة وسط أوروبا وبلغاريا ورومانيا عبر اليونان. أعلنت وزارة الزراعة أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي. وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من 10 من مارس الجاري حتى 16 من مارس تم الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار، ليكون بذلك إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر الماضي وحتى 16 من مارس 2023 نحو 3.189 مليون طن بإجمالي مبلغ 1.575 مليار دولار. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.599 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.65 بالمئة ليبلغ مستوى 14923 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.91 بالمئة ليبلغ مستوى 2689 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 3.4% ليبلغ قيمته مستوى 3975 نقطة. في أسواق المال الآسيوية أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في شهرين، حيث أدت المخاوف من ركود وأزمة محتملة في القطاع المصرفي العالمي إلى بيع الأصول ذات المخاطر على الرغم من صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس السويسري. وأغلق نيكي منخفضا بنسبة 1.42% مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 23 من يناير الماضي، بينما خسر المؤشر توباكس الأوسع نطاقا 1.54% من قيمته. نهاية أخبار اقتصاد. أعود من جديد إلى دينا. شكرا لك محمد.